في انتظارنا في البث المباشر لحظات قليلة في انتظار تعقبنا السادة المشاهدين الكرام باش يسمعونا ويعرفوا شنو اللي واقع بالضبط. إذن تحية من جديد، أجدد الترحاب بكل السادة مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء أينما كنتم في كل مكان داخل أو خارج أرض الوطن. عاجل وعلى المباشر من مدينة بني ملال، أول خروج إعلامي لمندوب الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بسبب تصريحات لمستشار برلماني وصفت بالعنصرية والمهينة بطبيعة الحال لأشخاص ينحدرون من المغرب. الخطير في الأمر هو أنه النائب المستشار البرلماني قال كلمات وانتقى عبارات في واحد التدخل في دورة مجلس جماعة بني ملال يوم 5 أكتوبر، يعني 5 من هذا الشهر الجاري. غادي نخليو السي محمد المنيالي المندوب ديال الشبكة هو اللي غادي يتكلف ويحكي لنا اشنو اللي وقع بالضبط من بعد انتشار هاد التصريحات. تفضل السي المنيالي. مرحبا. تفضل السي المنيالي. مرحبا. شكرا. القناة شوف تي في فعلا من بعد التصريحات اللي الحقت بنا ضررا معنويا بصفتنا كحقوقيين دينة بني ملال، خاصة من طرف مستشار برلماني يمثل الأمة، من المفروض كان يكون عنده تصور على المستوى الوطني. باش الناس يفهموا شنو اللي واقع، تصريحات صدرت إمتى؟ تصريحات صدرت خلال دورة ديال المجلس البلدي ديال مدينة بني ملال. يوم خامس أكتوبر من هاد السنة هادي. هاد التصريحات اللي اعتبرناها أنها تصريحات تدعو إلى أشياء اللي هي غير قانونية وغير حقوقية وغير دستورية. والتصريحات هذه أضرت بنا كيف ما قلت على المستوى المعنوي، خاصة وأن الدولة المغربية تقدمت في هذا الإطار بشكل كبير، وهذا البرلماني المستشار واش هو في المغرب ولا خارج المغرب ولا ما كاينش. المغرب الحمد لله في ظل السياسة ديال صاحب الجلالة في المجال الحقوقي وفي المجال القانوني مشى بعيد. شنو اللي قال هذا المستشار البرلماني في التصريح؟ هذا المستشار قال مصطلحات ينعت فيها الإخوان ديالنا اللي كيجيو من قلعة السراغنة واللي كيجيو من رحامنا بأنهم تيديروا الفوضى في مدينة بني ملال وتيديروا المشاكل في مدينة بني ملال لأنهم كيمتهنوا الحرفة ديال الباعة الجائلين. هذا البرلماني يعني يكون كانت عنده تصور على المستوى الوطني وكان نيت بالفعل يهتم بالمغاربة بحكم أنه مستشار برلماني ويكون عنده تصور الأزمات على الصعيد الوطني، هادو إخواننا، دستورنا عاطيهم الحق ويضمن له وكيضمن لهم حرية التنقل
وحرية العيش في أي بلاصة. هاد الشيء هذا دير سيلونسيو سي منيالي التليفون، دير له سيلونسيو باش ما يبصناش. تفضل سي منيالي. اعتذر. كيف ما قلت يعني هاد 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 البرلماني كون كان نيت بالفعل يعي اشنو اللي كاين في الدستور كان عليه يمشي يقلب ويبحث على حلول لهاد المواطنين المغاربه، يعني اللي الحاجه خلاتهم انهم يتنقلوا من القلعه ومن رحامنا ماشي غير لبني ملال، المناطق اخرى داخل الوطن. وهذا هم احرار فيه، يتنقلوا ويعيشوا فين ما بغاو تحت السياده ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. وما نمشيوش بعيد، هاد الاخوان اللي من رحامنا ومن سرغنا راه عدد كبير منهم مستثمرين هنا في بني ملال، داخلين اموال كبيره هنا في بني ملال. وهاد القضيه ديال سرغنا وديال رحامنا راه أثارت واحد النوع ديال الميز وواحد النوع ديال الحقره عند الاخوان ديالنا ديال القلعه وديال رحامنا. انا اتصلوا بي عدد كبير ديال الاخوان من القلعه ومن رحامنا تيشكروا فيا وتيعبروا على الاسف ديالهم على هاد التصريحات هادي ديال هاد البرلماني هذا اللي ضراتهم. ولنا مثال في الوطنيه. كاين الناس اللي ما سمعوش السي المنيالي التصريحات، شنو هما العبارات اللي تفوه بها هذا المستشار البرلماني بخصوص الاخوان ديالنا من قلعه السراغنا؟ انا الكلمه والتصريح اللي ضرني هو دعوته لمحاربتهم. دعا لشن حرب. هك. قال بهذه العباره والله الا حاربوهم في سوق السبت ما خلوهمش وحاربوهم في مناطق اخرى، وقال لهم هاد الناس ديال القلعه اليوم تيجي وتيجي مع اسرته وتيدير لوليداته كرارته همايا وتيجي وتيدير البناء العشوائي وتيدير واحد العدد ديال الاشياء. عيب، من العيب يكون عندك تصور بهذا الشكل. قال تيدير بناء عشوائي. اي بناء عشوائي تيبني. الكلمه اللي استقاها بعنايه قال ان هاد الناس هادو تيجيو لهنايا وتيديروا الكراراس وتيمشي يشري قال واحد براكه ولا يشري شي بقيعه وتيبني بشكل عشوائي وكذا. الى هاد الى هاد البرلماني المستشار والعضو بالمجلس البلدي دارو هذا الشيء في خاطرو، علاش ما يكونش عندك تصور ايجابي وتخلق واحد البيئه ديال العيش الكريم؟ تفضل. وين تفعوا منها المغاربه كاملين وتكون حققت واحد الشرف لهذا الوطن كيف ما دار السيد المستشار الملكي المحترم محمد علي الهمة فرحامنا اللي أقلعها من واقع إلى واقع آخر. وسير اليوم لرحامنا شوف رحامنا كيفاش دايره. تطور كبير. تطور كبير بفضل تصور وبفضل سياسة تنموية. وهادو هما الوطنيين المخلصين لهذا الوطن، ماشي بحال هاد المستشارين البرلمانيين الذين يدعون إلى التفرقة. لا احنا ما تنعموش السي منيالي وإلى ما يسمح لي
حنا هذا مغربنا، والمغرب خصنا نخدموه كاملين. تعميم على الكل، لا خصنا نخدموه حنا كاملين. كاين ناس كيخدموا بطبيعه الحال من القلب. حنا عطينا، حنا فاش عطينا مثال، فاش عطينا مثال المستشار الملكي لانه راه كان برلماني على المنطقه ديال رحمنا، والتطور اللي خلق على مستوى المنطقه ديال رحمنا، اللي رحمنا كانت عباره عن صحراء، رد عليه وسير سير تشوف دابا رحمنا كي صبحات. حنا اليوم في بني ملال هذا المستشار البرلماني، انا تنطرح عليه تساؤل، تنطرح عليه تساؤل، شحال وهو برلماني، شحال وهو برلماني، شنو النتائج؟ لا على مستوى الاقتصاد، ولا على مستوى الاستثمار، ولا على مستوى التشغيل، ولا على مستوى الفضاءات، ولا على مستوى البيئة ديال العيش الكريم، على مستوى مدينة بني ملال، ما نهضروش على جوية أخرى، على مستوى جهة بني ملال، ومن ينتفع من خيرات هذه المدينة هذه؟ من ينتفع؟ أنا حتى نطرح لي تساؤل، أنا بغيت يجاوبني، شكون اللي تينتفع؟ وشكون اللي شد بهذه المدينة؟ وقلع عليها كاع الأشجار ديالها؟ هذا تساؤل تنطرحوه. ومن المستفيد من تجزئتها؟ شكون اللي خلاها اليوم تصبح كاملة بطون؟ كاملة سيما؟ هذا هو اللي خصنا نهضروا فيه. ما نقولوش هاد سراغنا، ولا نقولوا هاد رحامنا راه مجاول هاد البلاد هادي واستحوذوا عليها، وداروا منين يجروا واحد شويه ديال الرزق باش يعيشوا به هما ووليداتهم، لان الظروف المعاشيه داخل هاد المدينه هادي منعدمه. وعلى اثر هاد التصريحات اللي كنعتبروها حنايا انها اضرت بينا كحقوقيين، توجهنا للمحكمه ودرنا شكايه من اجل فتح تحقيق للنيابه العامه، وفعلا استجبت النيابه العامه وتم الاستدعاء ديالنا من طرف الشرطه القضائيه، وتصنتوا لنا وقلنا لهم اشنو الوقائع، وتنتمناو من النيابه العامه على انها تعمق في البحث في المصطلحات وترجع للقرص باش تستقي المصطلحات اللي عبر عليها هذا المستشار البرلماني والعضو المستشار بمجلس الجماعي ديال بني ملال، وتنطالبوا من النيابه العامه ودير الجزاءات، لانه لا يمكن وما غاديش نسمحوا ابدا ان بحال هذه السلوكيات تبقى تتكرر من اي كان ومهما كانت. لهذا انا كنشكر القناه والاخوان في شوف تي في اللي من خلالهم تنعبروا للمغاربه قاطبه على الاحساس ديالنا وعلى الموقف ديالنا، ماشي غير من هذه القضيه وانما من قضايا متعدده، لان هذا الوطن بغينا يكون وطن امن، بغينا يكون وطن للمغاربه اجمعين، بغينا يكون وطن ديال الحريه ديال التنقل في البلاد بشكل سلس، وبغينا المغاربه النيت يعيشوا حياه ديال الكرامه بعيدين على بحال هاد السلوكيات وبحال هاد التصريحات ديال واحد المجموعه ديال الاطراف اللي بغات انا كنقولها هك، بغات تاكل غير بوحدها في هاد البلاد، ماشي السياسه، لا بغات تاكل غير بوحدها. يا ريت كنت يديروا السياسه، المفهوم ديال السياسي راه هو اللي تينتج حلول،
ماشي تيدير ازمات. هل يمكن القول بان هذا المستشار البرلماني بغماس السياسه على ظهر اخواننا في قلعه سراغنا ورحامل؟ يا ريت كون عا بغى يدير السياسه، هذه ماشي سياسه، هذا باغي يخلق ازمه، باغي يخلق ازمه في البلاد. حين تيلا جينا حنايا نشوفوا شكون التركيبه ديال مدينه بني ملال، مدينه بني ملال راه ما فيهاش عسرغنا ورحامنا، راه فيها الشياطمه، فيها الناس من مراكش، فيها الناس من ولاد دريس، فيها الناس من الصحراء، من المغرب كامل، المغرب كامل. هنا نقولوا راه بغى يدير السياسه، ولكن ماشي هذه هي السياسه. السياسه راها رفيع الكبير وفيع الخلاق وصاحب الجلاله، في خطاباته ينتقد بعض السياسيين في هذه البلاد هذه لانهم افسدوا الحقل السياسي في هذا الوطن هذا. شكرا لقناة الشعب شوف تي في على هذه الاستضافة، إلى حلقة مقبلة إن شاء الله. إذن متابعينا مشاهدينا الكرام، قناة الشعب قناة شوف تي في دائما يعني حاضرة ومواكبة لكل الأحداث. بعد انتشار رهيب في مواقع التواصل الاجتماعي لتصريحات لمستشار برلماني عضو المجلس الجماعي لمدينة بني ملال، الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام عن طريق المندوب ديالها، يعني رفعوا شكاية النيابة العامة المحكمة مدينة بني ملال قصد فتح تحقيق في التصريحات اللي أدلى بها المستشار البرلماني، وكيطالبوا بطبيعة الحال بالإنصاف ديال الإخوان ديالنا اللي من قلعة السراغنة وكذلك اللي من أرحامنا. إلى بث مباشر آخر دائما من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها، مع تحيات أخوكم طارق دائما، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء.